الماء مادة حيوية ضرورية للحياة، لازم نحافظوا عليها. لهذا كاينين مجموعة من السلوكيات الإيكولوجية في استعمالنا للماء اللي خاصنا نطبقوها في حياتنا اليومية. في الحمام ما نخليش الروبيني محلول بلا فايدة، مثلا ملي نكون كنغسل سناني نسد الماء، وباش نغسل يدي ما نحلش الروبيني على جهده، راه غير صابي بخفيف نقضي به الغرض. باش نقصم الاستهلاك المفرط للماء في المرحاض اللي كيستعملوه جميع أفراد العائلة عدة مرات في اليوم، نوضعوا قنينة عامرة بالماء داخل لاشاستو باش نقصم الحجم ديال الماء في الخزان، وراه ما غيأثرش على الفعالية ديالها، وهكا غادي نتمكنوا من تقليص حجم مهم للماء الصالح للشرب اللي كيضيع بلاشاس. أثناء الاستحمام نفضلوا الدوش خفيف بالرشاش عوض حوض الاستحمام، هذا الاختيار كيمكننا من تقليص نسبة استهلاك الماء، وما نساوش نسدوا الروبيني ملي نكونوا كنديروا الصابون، ونحاولوا أن المدة ديال الدوش ما تفوتش 5 دقائق. أثناء الغسيل للمعن ما نبقاوش حالي الماء كيضيع، نستعملوا وعاء الغسيل ووعاء ثاني للتشلال، ونبداو بالأواني الأقل اتساخا. وفيما يخص استعمال ماكينة الصابون، نحرصوا على أن الماكينة تكون عامرة باش نقصوا من العدد ديال الغسالات، وبالتالي نقصوا من استهلاك الماء. إصلاح التسربات، حيت اللي خاصكم تعرفوا باللي إلا كان الروبيني غير تيقطر منه الماء فراه كنضيعوا حوالي 120 لتر ديال الماء الشروب في النهار. وردوا بالكم مزيان، لاشاستو غالبا تنبقاو نسمعوا التسرب ولو يكون بشكل خفيف، أي تسرب فيها خصنا نصلحوه في الحين، حيت ما كيتوقف لا بالليل لا بالنهار، وتنضيعوا كمية كبيرة من الماء تقدر ب 600 لتر في اليوم. فيما يخص غسل السيارة، نكتفيو بسطل ديال الماء ومناديل مبللة بدل التيو اللي ما كنتحكموش في الاستهلاك ديالو، وبذلك كنقتصدو أزيد من 100 لتر ديال الماء. الماء غادي ويقل، لازم تدبيرو بالعقل ونتعاونو جميع على الحل.